محمد الحلبوسي. النائب محمد الحلبوسي مرشح تحالف البناء رئيسا لمجلس النواب بعد أن صوت له في جلسة اليوم 169 نائبا، فيما حل بالمرتبة الثانية النائب خالد العبيدي مرشح تحالف الإصلاح والإعمار ب 89 صوتا، فيما حصل النائب أسامة النجيفي عن تحالف الإصلاح والإعمار أيضا على 19 صوتا بعد أن تقدم كل من التحالفين بمرشح بعيدا عن تسمية الكتلة الأكبر بانتظار ما ستفرزه نتائج التصويت. النائب محمد الحلبوسي 169 صوت، النائب خالد العبيدي 89 صوت، النائب محمد الخالدي 4 أصوات، 3 أصوات النائب أسامة النجيفي 19 صوت. عملية التصويت هذه لم تكن بعيدة عن الصفقات السياسية، وفق نواب عن تحالف البناء تحدثوا لكاميرا الحرة عن عدم التزام كتلة سائرون بالاتفاق المبرم بين مقتدى الصدر وهادي العامري والذي ينص على دعم سائرون لمرشح البناء محمد الحلبوسي مقابل تصويت تحالف البناء لصالح مرشح سائرون حسن كريم لمنصب النائب الثاني. كان هناك توافق بين سائرون وبين البناء يصوتوا لمرشحنا اللي هو السيد محمد الحلبوسي، ومن ثم نصوت لهم على النائب الأول الذي هو حصة سائرون. ولكن فوجئنا عندما تم التصويت سريا وظهرت الأصوات 169 صوتا لصالح محمد الحلبوسي مقابل 89 صوتا للسيد خالد العبيدي. هو تبين لنا هناك إخلال من قبل سائرون، لأن لو كان صوت سائرون لحصل محمد الحلبوس على أكثر من 200 صوت. وبرغم عدم إيفاء تحالف سائرون بالتزاماته أمام تحالف البناء، إلا أن الأخير سحب مرشحيه لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ليفوز حسن كريم مرشح سائرون بهذا المنصب، لتكشف الجلسة عن شكل الكتلة الأكبر، إلا أن نوابا عن تيار الحكمة نفوا ذلك مجددين موقفهم من الذهاب إلى المحكمة الاتحادية. الموضوع منفصل تماما، ليس له علاقة بالكتلة الأكبر. اليوم انتخاب رئيس مجلس النواب بالاقتراع السري المباشر، أما الكتلة النيابية الأكبر فموضوعها محدد من قبل المحكمة الاتحادية، وهي ما أن تكون الكتلة التي حصلت على أعلى الأصوات. وبعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب تقوم رئاسة المجلس بمنح 3 أيام لتقديم أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية وفق النواب. من داخل مجلس النواب ببغداد، أحمد عرام، الحرة.